أنا ساندرا غالي، أرت كوريتور شمس جاليري، وفنانة تشكيلية خريجة فنون جميلة اسكندرية، قسم نحت. هتكلم الأول عن المعرض. المعرض فيه دايفرستي من لوحات تشكيلية مختلفة، في ابستراكت وفي كونتمبرري امبرسيونيزم كوبيزم. بالنسبه لرسوماتي، انا رسمه الحمار المصري. كنت حابه ان انا اعمل جو مختلف للحمار المصري، كلوز اب على وشهم. هم برضو عندهم احاسيس وعينيهم فيها تعبير معين، في واحد تعبان شويه، في واحد بيضحك. حبيت الالوان تبقى من الوان الطبيعه المصريه. دكتور محمد اسحاق، استاذ النحت وعميد كليه التربيه الفنيه جامعه حلوان السابق. القاعه اللمسات النهارده بتقدم معرض في كوليكشن او مجموعه من الاعمال لفنانين بالفعل مبدعين، ولهم دورهم ولهم مكانتهم في الواقع الفني او الحركه الفنيه التشكيليه. هذا معرض بيجمع بين اعمال التصوير واعمال النحت واعمال الجرافيك، لاعمال بالفعل هي على مستوى راقي جدا جدا، وعلى مستوى من الاتقان والبراعه لكل فنان مقدم نفسه، تقديم جيد جدا من خلال الأعمال الفنية.